بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض امتحان في التربية الدينية الإسلامية للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول. أولا القرآن الكريم. السؤال الأول القرآن الكريم. قال الله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ألف أكتب إلى قوله تعالى: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. هنكمل السورة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. صدق الله العظيم. باء معنى استعشوا ثيابهم. استعشوا ثيابهم معناها غطوا رؤوسهم وأعينهم بثيابهم. غطوا رؤوسهم وأعينهم بثيابهم. جيم. ماذا كان يعبد قوم سيدنا نوح عليه السلام؟ طبعا كانوا يعبدون الأصنام. تخير الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. واحد وإنك لعلى خلق عظيم. المقصود بها مين؟ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أم سيدنا موسى أم سيدنا عيسى عليهما السلام؟ طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اثنين لبث نوح في قومه كم عام؟ 850 عام أم 950 عام أم 750 عام؟ طبعا 1000 سنة إلا 50 عام. 950 عام. ثلاثة كانت عاقبة قوم نوح الهلاك بإيه؟ ربنا عاقبهم بكفرهم بالغرق أم بالعواصف أم بالحرق؟ طبعا بالغرق. أربعة أول ما خلق الله هو خلق الكتاب أم الساعة أم القلم؟ خلق القلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله القلم وقال له اكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. ثم ضع تحتها خطا فيما يلي. معنى يرشد. يرشد معناها يهدي أم يأتي أم يضل. طبعا يرشد معناها يهدي ومضادها يضل. اثنين المقصود من حمر النعم. ما المقصود من حمر النعم؟ نوع غالي الثمن من الحمير أم من الإبل أم من البقر؟ طبعا من الإبل. نوع غالي الثمن من الإبل. ب في الحديث دعوة إلى هداية الآخرين. وضح ذلك. الدعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإجابة موجودة في الحديث فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا رجلا واحدا خير لك من ماذا؟ من أن يكون لك حمر النعم. وزي ما عرفنا حمر النعم هو نوع غالي الثمن من الإبل. جيم ما نوع العلم الذي يجب أن يتعلمه المسلم؟ إيه العلم الذي يجب أن يتعلمه المسلم؟ العلم النافع الذي يفيد صاحبه والناس سواء كان علما دينيا أو غير ذلك. ثالثا الفروع. ضع علامة صح أو علامة خطأ بما يناسب كل عبارة. واحد آثر الأنصار المهاجرين على أنفسهم. العبارة صحيحة. تقاس الأمم بما لديهم من أموال. صح أم خطأ؟ طبعا خطأ. تقاس بما لديهم من علم. أكمل استشهد حمزة في غزوة أحد.
في غزوة ايه؟ غزوة احد. ماذا يحدث اذا كان لله شريك في الملك؟ لفسد الكون وفسد كل شيء على وجه الارض. الف تخير الصواب مما بين القوسين، كان حمزة بن عبد المطلب عم النبي ام عم ابي بكر ام خال النبي؟ طبعا كان عم النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، يبدأ القمر في اول الشهر بدرا ام هلالا ام محاقا؟ طبعا يبدأ في اول الشهر هلالا وفي وسطه بدرا واخره محاقا. اكمل، اسلم حمزة بعد عودته من رحلة الصيد. ب، كيف ندعو الى سبيل الله؟ ندعو الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، بالقول اللين والمعاملة الحسنة. 3، من قصة السيدة خديجة رضي الله عنها، ما أظلم أولئك الذين يكرهون البنات وما أقسى حكمهم عليهن، وكيف تقدم تلك القلوب المتحجرة على وأدهن؟ من قائل هذه العبارة؟ طبعا قائل هذه العبارة هو خويلد بن أسد. خويلد ابن أسد. ب، تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين ثم ضع تحتها خط فيما يلي: وأدهن معناها إهمالهن أم تحقيرهن أم دفنهن أحياء؟ طبعا دفنهن أحياء. 2، نشأت السيدة خديجة رضي الله عنها في دار ثرية أم دار متوسطة أم دار فقيرة؟ طبعا دار ثرية. الزوج الأول للسيدة خديجة هو النباش أم عتيق أم خويلد؟ الزوج الأول هو عتيق. كده إن شاء الله نكون خلصنا النموذج الأول، وانتظرونا إن شاء الله في النموذج الثاني. وقبل الختام طبعا الصف السادس عليها سورة نوح حفظ، وسورة نون أيضا حفظ. ممكن يجي سؤال من سورة نوح أو سورة نون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.